بدايات برحب بيكم جميعا ايا كان بتتفرج عليا من اي مكان في العالم، خاصة عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي. ويلا بينا الى تفاصيل الحلقة. على ما اعتقد اكتر واحد سعيد على وجه هذه البسيطة هو النجم المغربي نصير مزراوي، محقق الدوري الهولندي مع اياكس، منتقل الى واحد من اشرس الفرق بايرن ميونخ بدءا من الموسم المقبل. تم عقد الصلح بينه وبين وحيد خليلوزيتش وعاد الى المنتخب المغربي ان شاء الله كنجم مغربي عظيم. الله يا مزراوي. ايه موضوع حلقتنا النهارده؟ بايرن ميونخ؟ لا 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 لا، بايرن المغربي. ليه؟ لان في تقارير مغربيه قويه جدا اكدت بان بايرن ميونخ سيدخل معركه شرسه للحصول على خدمات اشرف حكيمي النجم المغربي ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي. كل الفرق في اوروبا عارفه ان اشرف حكيمي عاوز يرحل من فريق باريس سان جيرمان لعده امور اتكلمنا عنها في السابق، وبالتالي مين ما يتمناش لاعب بقدرات اشرف حكيمي يا ساده يا كرام؟ ولذلك هتلاقوا منافسه شرسه ومعركه ناريه للحصول على خدمات اشرف حكيمي في الميركاتو المقبل. بايرن ميونخ يريد اشرف حكيمي حسب الصحف الالمانيه الكبرى والمقربه من العملاق البافاري. بايرن ميونخ على اتم الاستعداد لاغراء ناصر الخليفي واغراء باريس سان جيرمان ب 100 مليون يورو للحصول على خدمات حكيمي. اتخيلوا كده يا ساده يا كرام، نصير مزراوي واشرف حكيمي جبهات اساسيه شمال ويمين في بايرن ميونخ. الله، سطو مغربي في المانيا، سطو مغربي في الاليانز ارينا، نجوم مغربيه عظيمه في البايرن ميونخ.